السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم رانا في سوق عين تغروت، راهي الخمسة ونص ولا ستة غيراش. اليوم نشوفوا صراحة أسواق تاع الخرفان والكباج وهذاك، المهم تاع العيد ماهوش تاع العيد. وإن شاء الله نلقى أسواق مليح هنا خير من راس الواد، ما نعرف راس الواد خير ولا عين تغروت خير. وإن شاء الله الفترة الجاية إن شاء الله نروحوا فيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا توجور في سوق عين تغروت اليوم. اليوم راهي 6 تاع الصباح كما راكم تشوفوا. كيفاش عندك في الكبش هذا خويا؟ 58. الله يبارك. مازال بعيد شوية ولا؟ مازال شوية. كيدا أبوبري كيدا السومة تاعك؟ تقدر تقول لنا السومة ولا ما تقدرش؟ 62. الله يبارك خويا. هذا الكبش هذا خويا عطاو 52. 58. الله يبارك. وقال لك راني طالب 62. على ربي ان شاء الله. ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله. وانت واش تعطينا كلمة؟ السوق غالي. السوق غالية. الفلاح درهمات بزاف. بس المواشي ثاني راهم ثاني يوم قال لك كبر لي احنا خسرنا قريب عامين احنا خاسرين. خاسر الكبش هذا وخاسر عليه 7 ملايين يبيع ب 6 ملايين ونص. تعيات يجي يقول لك غالي. الفلاح يغلي. ان شاء الله ربي يجيب بالسوق وان شاء الله ربي الناس يسترزقوا ويعيدوا كل ان شاء الله. ان شاء الله. هيا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. هيا السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيفاش عطاكم هنا خويا؟ 33 بالجملة. 33 بالجملة. 5 ب 35. يعني بالواحد دوك يجيك واحد واحد يشري يحب يشري خروف العيد. يخير. كيفاش تعطي له؟ كيفاش تخلي له؟ تقدر تعطينا سومة ما تقدرش؟ لا نقدر. قداه؟ ما نقدرش هذا، شكون اللي يفصل فيها؟ أنا اللي نفصل. قداه؟ واحدة فريدة. واحدة فريدة. 45. 45، كما راكم تشوفوا هاو قال لكم أنا 45. جبلة. بالخيار. للراس هاي خيرة. خيل هذو نثوات. نثوات هذو؟ هاي. هاي والله. خيل هم سمان. كما راكم تشوفوا الله يبارك. تاع عيد. 33 في الجملة. هادو السومة تاعهم. هادو السومة وحدهم. وحدهم هادو. واش نقولوا احنا ربي يجيب السوق ان شاء الله. بس الناس يقولوا السوق راه غالي شوية. مليح برك. مليح برك. مليح برك. بالنسبة للمصروف وشكل المال وكذا راه مليح. بالنسبة للحوت يجبدوا فيه من الماء يبيعوا فيها. كيف الحوت ينوض البابور 5 دقائق يلوح الشبكه يجبد 20 قنطار يبيع فيه 300 و200 و150 للكيلو. وهذا يجيبها 3 سنين هو يربي فيه ويبيعه ب 150 للكيلو. ايوا 120 كيلومتر على الساحه ندير لها وزير و58 ولايه ندير لها وزير. ما هو 58 فلاح 58 ولاية يديروا لها 50 وزير. يعطيك الصحة سيدي. ربي اسمع ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله. امين ربي يحفظكم اخويا. بلا مزية يا اخويا. هيا السلام عليكم. توجور في سوق عين تغروت كما راكم تشوفوا كباش الله يبارك. السلام عليكم. السلام. واش راكم الحباب؟ الحمد لله. لاباس الله يبارك الله يبارك. كي عطاوكم هنا؟ عطاونا 8 ملايين. 8. مازال بعيد شوية. مازال تنعيش. منين هادو الحاج؟ هادو جاو من الفيرين. ها؟ جاو من الفيرين. وين جاية هذه بالعين هذي؟ جات. ها؟ صحراء. صحراء، وين صحراء؟ أعطينا الولاية. جلفة. الله يبارك، باش يعرفوا الناس بلاكم من جلفة جاو لهنا بك نظاف وهذاك. من جلفة. ها. وفين علاش هذا؟ وفين 8. 8 بركولو. عطاو له 8. 8. عطاو له لتبيع. مكتوب ربي يجي بربي سوق ان شاء الله. هادو 8 ملايين عطاو له 8 ملايين وقال لك 8 ملايين. هاي هاي الشرعه. هذا المد 8 ملايين. واش معك انا؟ عطاو 8. 8 هاي. السلام عليكم. واش راك لاباس؟ كيف عطاكم هنا؟ 4-4. مازال بعيد شوية. وهادو؟ هادو؟ 12. 6 6. مازال بعيد. بعيد بزاف ولا شوية برك؟ شوية برك. ماكش إن شاء الله.
ربي يا ربي ان شاء الله يجيب السوق كما راكم تشوفوا. ها هادو ستة وهادو أربعة. شحال عطاو هنا؟ كذا عطاوكم هنا؟ تباعوا إذا ضربوا. تباعوا؟ بلا نطفيو، كذا تباعوا؟ ما نقدر تقدنوا ولا ما تقدرش؟ 29 29 29 جملة؟ جملة. الله يبارك. تسمى داهم واحد معود سوق ولا يربي؟ معود سوق. معود سوق. الله يبارك. هادو تباعوا 29 بصح واش هو معود سوق؟ منو شاطو؟ أنا 61 هذيك 61 هذيك 61 هادو عطاونا عطاو له 61 هنا بجملة 61 جملة على على بعضهم. وكون كون يجيك كون يجيك واحد يشري واحد برك يقول لك تاع عيد قد تقدر تعطينا السوم ولا تقدرش؟ فوت سبعة. ها؟ فوت سبعة. هذاك يعود جاي واحد خاص يقول لك للعيد مش كيما الجملة كيما لا سي نورمال. ها مش كيف كيف. وكون يجيك بوشي بوشي ماشي السرعة ماشي السرعة هادي. الله يبارك. هادو منين هادو جاو؟ صحراء. هادو عطاو له 61 ومزال قال كان قريب ان شاء الله قريب. مازال شوية. هيا السلام عليكم ربي يجيب السوق ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. قد عطاوكم هنا؟ عطانا تبيع 16 مليون و100. قد 16 مليون و100. 16 مليون و100 صافي 850. 850. 850. هايلك ها. ومازالك بعيد شوية. مازال بعيد. ها تبيعوا. الله يبارك. تبيعوا قد تبيعوا؟ 16 مليون و100. ها؟ 16 مليون و100. هاي والله تبيعوا هادو. انت هنا قلت قد عطاو قلت لي 16. هادو تبيعوا اهلا بك العاد. واش هذا هكا قبل كبش هذا ولا هاي والله ولا كدا عطاوك اخويا في هذا؟ ها تبيع ب 10. تبيع ديجا صاي تبيع ب 10. هذا تبيع ب 10 كيما راكم تشوفوا. هذا كون يوقف يفوتك في الطول. هاي يفوتك. كيما راكم تشوفوا. هادو تباعوا 8 ملايين و50 وهذا تباع ب 10. الله يبارك. رانا توجور في سوق عين تغروت. الله يبارك. كدا عطاوك هنا خويا؟ عطاو 6 بابا 6 جملة. هاي والله جملة. الله يبارك. وبالكاشي تاعهم وتقولوا والله ها كدا عطاو في هذا؟ مازال بعيد على الحاجة. مازالك بعيد شوية ولا؟ قريب قريب ان شاء الله. 6 ملايين. ما هي الوجه يا قلت قريب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجو رانا في سوق عين تغروت كما راكم تشوفوا. الكباش الله يبارك. منين هادو الكباش يا خويا؟ العلمة. الله يبارك. سلعة العلمة. هذا ثانية. الله يبارك. قد عطاوك اخويا؟ 61. 61 جملة على بعضهم. ها؟ وكي يجيك واحد وحده واحد وحده حاب يشري تاع العيد 7 ونص بيع له. 7 ونص بيع له. الله يربح. الله يبارك. قال لك هذو 7 ونص هذاك يعود عيادة. عيادة صح. معود سوق شوية تنقص الحالة. تنقص. سي نورمال هذيك باينة هذيك. وهادو مش كيف كيف هادو؟ سلعة واحدة. هيا توجور في السوق عين تغروت كيما راكم تشوفوا كباش هادو. هادو منين اخر حاجة؟ عين طريق. الله يبارك. قد عطاوك الحاجة هنا؟ 65. هذا عطاو له 65 على على بعضهم. كي يجيك واحد وحده؟ سبعة ونص. الله يبارك. وغدا تروح البرج ولا؟ هايا. ونهار الأربعاء. راس الواد. شرغوم. هاي والله. قالك سبعة ونص الله يربح. سبعة ونص
هاي خمسة بركة عطاولك خمسة وقيدة تبيعو خمسة ونص الله يبارك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجور في سوق عين تغروت كما راكم تشوفوا الخرفان الكباش قد عطاوك هنا؟ نعم 58 ونص يعني 5,850,000 على بعضها ما وكون يجيك واحد وحده يشري كي يجيك واحد عيادة حاب يشري لازم تساعدو تبيعو جملة ما تبيعوش بالوحدة هذا قالك ما نبيعوش بالوحدة نبيعو بالجملة كما راكم تشوفوا الله يبارك 58 ونص 5,850,000 عطوني 36 جملة كما راكم تسمعوا قالك 36 جملة وكي يجيك واحد وحده بعيادة واحد قالك اخويا باع لي واحد 44 تربح له ب 44 راكم تشوفوا قالك 44 نربح له ب 44 الله يبارك نبيعوا له ب 44 ان شاء الله ربي يجيب بالسوق اخويا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بارك الله فيك السلام عليكم قد عطاكم هنا اخويا 61 جملة 61 جملة يجي كيما هذا الحاج هذا كيما الحاج هذا يجي يشري واحد للعيد قد تبيع له وحده واحد سبعة تربح له بسبعة نقول عيادة احنا نعطوا على عيادة ما نعطوش على حاجة أخرى ها سما عادي هاي او صور حتى لي ديال الكمامه المرض راه وانت ديال الكمامه الله يسلمك لكم عندنا زوج خرفان هادو صغار خلاص الله يبارك قد هذا عطاوك 13.50 بابا على بعضهم الله يبارك هاي هاي قالك 13.50 بس مش تاع عيد هادو مش تاع عيد هاي سام الشوا برك الله يبارك خير هاي السلام عليكم قد عطاوك هنا 37 جملة 37 جملة كون يجيك واحد وحده يبيع يشري 45 تربح له ب 45 4,500,000 ان شاء الله الى كتب ربي ان شاء الله ربي يجيب السوق ان شاء الله ومنين هادو هادو كيف كيف موش عسوم وحده ولا لا هادو وحدهم هادو ربي يجيب السوق ان شاء الله قد عطاوك هنا خويا 54 الله يبارك شارك 27 فرد 27 واحد كاين غلا اليوم كاين غلا انا نشوف انا هو هابط على راس الواد بارابول على راس الواد راه هابط شويه كاين غلا تسكن في تغروت انا ولكن ثاني الماكله غلات الماكله ثاني غلات يا حليب احنا شوف احنا ما نقولوش باللي راه غلا خاطرش انتم احنا كالشعب نقولوا غالي والمواشي ثاني راه يقول لك ثاني موال ثاني راه ثاني راه ثاني خدم او وي وي كل يشرب وهذاك والله يتعب صح راه يتعب صح يعني تجيك في العام خطره من كان المواطن يا حليل يا حليل يا حليل شفتوا الله تعالى وبركاته رانا توجور في سوق عين تغروت قد عطاوكم هنا 58 قد 58 جملة يجيك واحد وحده يقول لك اخويا عيد قد تخلي له اخر سوم هاي جماعة اللي حاب يعيد هنا قال لك سبعة الله يبارك سبعة يهز على روحه سلعة ما شاء الله ها سلعة ما شاء الله ها يا أستاذ ها سلعة ما شاء الله كما كنتم تشوفوا هادو قال لك سبعة سبعة ملايين قال لك لي حاب يعيد يجي لعندي بسبعة نطلق الشعبية كما راكم تشوفوا هنا الكباش انا قد عطاوك الحاجة هنا 73 مزك بعيد ولا مازال ان شاء الله تسعة يعيد ويجيك واحد وحده يحب يشري وحدة قد تخلي له
تسعة ونص، قالك أنا تسعة ونص، اللي حاب يعيد أنا بتسعة ونص. الله خير إيه. صور خلف الأنبياء. ها وراه ها وراه هذا معاه او ياكلوا في الكيوي والبنان او التفاح تاع الطليان. رانا مع المواشي قد قلت لي 73. الغلاء هذا منين جا؟ الغلاء هذا جاء أول هي مشرية غالية، ثانيا الماكلة نتاعها غالية، اللي يخدم فيها ما كانش ناقص. زين وضيع فيها ضيع الجفاف ولا الجفاف على ربي على ربي هذاك على ربي. العلف اللي غالي 600 700 أكثر من 100 قد قلت لي كنا نشري فيه ب 400 أكثر من 120000 دوك كيما راه دوك 120 صح. المهم واش نقولوا، حنا نقولوا كان ربي يجيب السوق ان شاء الله. امين 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 هذا ما نقولوا. امين حنا ما نلومو ولا ما نلوموكمش، ما نلومو الشعب ثاني راه يقول غالي، ما نلومو حتى واحد. والفلاح اللي خسر انا والله فلاح ولا غير هو الله غير هو اللي نتعبوا نجريوا على الاخر نطيشوا المال. هو شربات ما زوج كتيات والله غير نشريو فيه ب 380 دوكا وفيه 820000 زوج كتيانات نيلو ب 14 مليون. كم راه توجور في عين تغروت؟ رانا في السوق. قد عطاوك هنا خويا؟ واش سمعت هنا؟ ما سوموناش. قد عطاوك؟ ما سوموناش خويا. ما سوموكش ما سوموش. سوم الحاج هاي. هاي نبداو فيك تلي. هاي سوم الحاج. سوم انت اللي راك تصور فيا. ما نعرفش نسوم انا. كل يوم تصور فيا. هاي روح الحاج هاي. صورتو الربع اللي فات. قد عطاوك في هذا؟ قد ايه؟ تباع كدا تباع وليدي 400 تباع. الله يبارك الله يبارك. هاي هاي وهذا كدا أخويا لهنا هاي هاي ترى كدا هذا 25 25 وكيتيك واحد وحده يقولك أخويا نحوس نعيد 3.5 3.5 3 ولا 3.5 دوك 3.5 هاك كيما قالك هادو 3 3.5 فيهم وعليهم. ربي يجيب السوق الحاج. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. توجور انا في سوق عين تغروت اخويا، سوق عين تغروت كما راكم تشوفوا كيفاش هادو، حيت راه شويه اللور والمال وباطل. لا لا وباطل. قد عطاوك هنا؟ 78 ونص. صور انا قد عطاوك هنا اخويا؟ 78 ونص. 78 ونص صافي 78 7 ملايين 850 ها جمله. ايه جمله. وكيجيك واحد وحده واحد يقول لك اخونا عايش ها 10 ملايين نبيعهم له 10 ملايين الواحد. كيجي عايده عياده 10 ملايين واش بدل فوق 10 ملايين الفوق فوق اه ولا مش من تحت خالي مش تحت ليه هذا الماكلة راهي مليون. هدر قد قد هاي هدر هدرنا لا 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 هذا لا المدير هدر مع المدير لا هدر على ارواحكم نورمال اسمع لا لا هذا لا يعني لا غاليين عند حسنا اللي من العلف العلف غالي عجبين قال لك شوف كيما راكم تشوفوها قال لك 10 ملايين الله يربح شحال يديروا هذا؟ قولت 7 ملايين 850 الله ظلام 7 ملايين روح روح هدر صابي والذراتي وشحال يدير؟ قولنا 8 ونص في 5 قولنا 8 ونص طالبين 10 للجمرة يا سلام صولي ما عيدش يا بارك عيد لا جيب له ربي اياها عاصم عيد ديري الباطور تك عليه هو يا ودي على زيدونا تك على عبد الله نعيدو خلاص وما نعيدوش غيرو واش رايك؟ او كيما راكم تشوفوا رانا في السوق عين تغروت راه الحاله راهي كبيره. السوق عين تغروت اكثر من راس الواد يعني تخلى الله يبارك دخلت سلعه كبيره آه. دخلت سلعه كبيره السلام عليكم واش راكم بخير؟ قد عطاكم هنا؟ 8 ونص 8 ونص
ويجيك واحد واحد ويدي كبشي يقول لك يا اخوان دي واحد الا في سبيل الله. ها قدها ماشي الا في سبيل الله. قدها تخلي له ها قدها تخلي له يسوي لا لا قدها تخلي له ويجي واحد يقول لك انا حوس نعيد ها قدها تخلي له يسوي 10 يسوي قالك 10 10 خلاص ها الله يبارك. ها سنة ترجع بتشرح خير واحد عشرة الحاجة يا سيدي الله يبارك ربي يجيب السوق إن شاء الله. آمين آمين رب العالمين إن شاء الله ربي يجيب السوق إن شاء الله. أنا وين جملك ها خير ربي قد أعطوك أخويا أعطوني 39 39 الله يبارك والطلبة قريبة وبدو نعجة سمينة الحم مزيان كله والله غا خير ربي تعيد هذه والله غا رعيد ما فيها الشحمة ما فيها وصافية الحم صافي هذه شرحة حم صافي شرحة اللي يحب يحبس على الشحمة ما فيها الشحم ودروس هذه وجهها أبيض شرحة وشرحة فوجهك حد ولا ولا اللي شرحة اللي شرحة هذه قلتها مكبولية لها وجه. السلام عليكم قد أعطوكم هنا قالك 66 جملة جملة أي والله ويجيك واحد عيادة يجيك واحد عيادة قد تخلي له هذه هو 9 ملايين 9 ملايين ها هو فهمني ها هذيك هي ها هذيك هي هذاك هو الشعير بابا ب 700000 والبوطه تاعت بن كلاب ب 100000 يبيعوا هكذا قنطار الحديد كان ب 400000 راه ب 1400000 والخروف الخروف مو زياده الخروف كي يديه ولا ما يديش ما عنده حاجه القنطار تاع الحديد زاد ب 700000 800000 مليون والخروف كي زاد في العام يزيد بمليون ولا ب 15 جواعر مش واعر ما كانش حبسه ما عرفوش يخدموا مره هذه عطاو لهم زادوا عطاو لهم 13000 هذيك ولا ورقدوا خلاص ما حبوش وقلنا لهم ما عرفوش يخدموا ما عرفوش يخدموا القهوه كانت ب 60000 عشات ب 100000 للكيلو كيف الخروف يقولوا غالي والخروف مش محتوم ليه يديه ولا مش ميديش مش محتوم ضروريات للحوايج الاساسيه. انت معود السوق ولا فلاح؟ كذا انت معود السوق ولا فلاح؟ انا فلاح تربي مربي كذا مربي مربي يعطيك الصحة لا باش نفهموا بالشعب بالشعب كي يشوفوه كي يشوفوه يعرفوا واش راك تهدر قنطار تاع 1000 يشري فيه ب 800000 ب 900000 كان يدير 300000 واليوم يشري فيه ب 900000 كيف الخروف هذا ما يطلعش يطلع بالذريع الخروف اللي كان اللي يسقام ب 4 ملايين ولا يسقام ب 8 ملايين ب 10 ملايين كيف لازم يجي وكل حاجه زادت ما بقات حتى حاجه في بلاصتها حاجه ما بقات في بلاصتها في البلاد يعطيك صحه الحاجه ما لا الخروف لازم يزيد والنعجه تزيد والعجل اللي يزيد وكل حاجه تزيد الله يبارك وش نقول لك حنا نقول لك ربي يجيب السوق اللهم امين هذا ما نقول لك واش من قناه هذه